بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسعادة. بداية أقدم أجمل التهاني والتبريك لجامعة باشن العالمية المفتوحة بأمريكا بمناسبة افتتاح كلية الآثار والسياحة والفندقة، حيث تضاف هذه الكلية الجديدة إلى 8 كليات أخرى في هذه الجامعة. وتختص كلية الآثار والسياحة والفندقة ببرامج الدراسات العليا في الدبلوم العالي المتخصص والماجستير والدكتوراه. تتميز الكلية بمنهجيات تعليمية حديثة ومرنة تعتمد على التعليم عن بعد، مما يوفر فرصة للطلاب من جميع أنحاء العالم لتحقيق أهدافهم الأكاديمية دون الحاجة للتنقل والسفر. بالإضافة إلى ذلك، توفر الكلية فرصة للتدريب العملي في بعض المقررات، مما يتيح للطلاب الطموحين اكتساب خبرات ميدانية متميزة تعزز فرصهم في سوق العمل. انضم إلينا الآن وكن جزءا من مستقبل مشرق. شكرا لكم. تأسست جامعة باشن العالمية سنة 2019 ميلادية في ولاية كولورادو، وهي عضو في اتحاد الجامعات الأفرو أسيوية، وحاصلة على الاعتماد الدولي من هيئة اعتماد المدارس والكليات والجامعات الدولية أسك في بريطانيا، ويعد اعتمادها أحد معايير الجودة الرائدة والمعترف بها عالميا في التعليم الدولي ومن وزارات التعليم العالي ومن مجلس اعتماد التعليم العالي تشيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مسجلة رسميا في الولايات المتحدة كمؤسسة تعليمية استثمارية لها مكتب رسمي في مدينة دنفر في ولاية كولورادو. كلية الآثار والسياحة والفندقة. تهدف الكلية في برامجها إلى إعداد كوادر مؤهلة ومدربة تسهم في تطوير السياحة الثقافية وإدارة المواقع الأثرية بشكل مستدام، بما يخدم المجتمعات المحلية ويسهم في التنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تجهز الكلية الطلاب لممارسة العمل في استكشاف الآثار وصيانتها وإدارة المتاحف والإلمام بالعلوم التطبيقية في حفظ وصون الآثار والعمل في صناعة السياحة بحرفية، بما يساعد في سد حاجة السوق المتزايدة لهذه التخصصات. خطة برنامج الدبلوم العالي المتخصص. تمنح درجة الدبلوم العالي المتخصص بعد إتمام الطالب 27 ساعة في أحد التخصصات التالية: الآثار والمتاحف، صيانة المصادر التراثية وإدارتها، السياحة والفندقة. ويهدف هذا البرنامج إلى تطوير المهارات والقدرات لخريج البكالوريوس أو الليسانس في أحد التخصصات المطروحة، ورفع مستوى الأداء والتأهيل لديه، وتزويده بمفاهيم ومعارف تخصصية تمكنه من ممارسة عمله بمهارة وجودة أفضل. خطة برنامج الماجستير. تمنح درجة الماجستير بعد إتمام 45 ساعة معتمدة في أحد التخصصات التالية: الآثار والمتاحف، صيانة المصادر التراثية وإدارتها، السياحة والفندقة. ويكون نظام الدراسة بأحد مسارين: الأول مسار المقررات، ويدرس فيه الطالب 3 فصول دراسية بمعدل 5 مقررات في كل فصل، ولا يقوم الطالب في هذا المسار بكتابة رسالة علمية، وإنما بكتابة بحث تكميلي في الفصل الدراسي الثالث. المسار الثاني هو مسار المقررات والرسالة العلمية، يدرس الطالب في هذا المسار 2 فصول دراسيين بمعدل 5 مقررات في كل فصل، ويلزم الطالب عند اختياره لهذا المسار بكتابة رسالة علمية، ويحق له أن يبدأ بتقديم خطة بحث مسار الرسالة في بداية الفصل الثاني. برنامج الدكتوراه. تمنح درجة الدكتوراه في أحد التخصصات التالية: الآثار والمتاحف، صيانة المصادر التراثية وإدارتها، السياحة والفندقة. ويشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج أن يكون حاصلا على ماجستير في نفس التخصص المطلوب، وأن يدرس الساعات المقررة وعددها 60 ساعة معتمدة. يكون نظام الدراسة في الدكتوراه بمسارين:
الأول مسار المقررات مع الرسالة، ويدرس الطالب في هذا المسار 3 فصول دراسية بمعدل 4 مقررات في الفصل الأول و4 مقررات في الفصل الثاني ومقررين في الفصل الثالث. المسار الثاني هو مسار الرسالة فقط، ويمكن للطالب أن يمضي في مسار الرسالة فقط دون دراسة مقررات وفق شروط، منها أن يكون تخصصه في الدكتوراه متوافقا مع تخصصه في الماجستير وموافقة الكلية على الخطة المقدمة. كلية الآثار والسياحة والفندقة تقدم لكم دائما الأجود والأميز في المناهج الدراسية، وتتمنى لطلبتها وأعضاء الهيئة الدراسية التوفيق والنجاح والتميز.